ونقول الو، معانا تليفون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا نونو، عامله ايه؟ الحمد لله تمام. معك صوتي مش ممكن. لا ازاي ما اعرفش، مش ممكن. انا عماله ازاي ما اعرفش. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. يا امي يا رب وانت طيبه. بناتك يا رب، اللهم امين، في حياتك وانت اللي توصليهم بيوتهم بنفسك يا رب. ما تحرمش منك، ربنا يخليك يا رب ليا انت واختك. ولا مني. ويبارك لي فيكم ويحفظكم ويبعد عنكم كل شر يا رب يا رب. وكل سنه وكل امهات العالم كلهم، عشان ما انساش حد وحد يزعل مني، كلهم طيبين. طب انا عايزه اقول لك على حاجه بقى، بمناسبه ان انت كلمتيني وان احنا قدام الناس كده، تمام. أيوة. عايزه اعترف لك بحاجه. ايوه. ويمكن انا اتكلمت فيها في اول الحلقه، ان سمعتك. زمان سمعتك. حسيت ان انا بتكلم عن نفسي، صح؟ سمعتك. ايوه. ايه ده؟ ايوه طبعا. طب ليه الفضايح دي؟ انتوا بتهزروا؟ ايه؟ كان رجلي كان دراعي متجبس ساعتها. يا نهاركوا على الصور. انا اللي جنبها دي، انتوا بتهزروا؟ احلويت عن زمان كتير. طب استنى اما هقول الاعتراف لامي بقى، استنى. متهيألي انت سمعتي اول الحلقه وعرفتي ان انا بتكلم عليا، ان انا على طول كنت بتقولي لي لا، واصحابك دول لا، واصحابك دول أيوة. بلاش. انا لما أيوة. بحس بحاجه بتطلع صح. وكنت أيوة. ايه ده؟ وانت عارفه ان انا الصور قريبه قوي من ربنا، وان انا بحس بكل ده حاجه حقيقي. وفعلا لما بتقولي حاجه فعلا بتطلع صح. يا جماعه امي دي الحمد لله، الحمد امي دي لله. عظيمة, لله. عظيمه 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 لسبب ان هي منك ولا منك يا حبيبتي، وربنا يخليكي ليا. ولا منك يا حبيبتي منك. ولا منك، ويديمك دايما في حياتي. ربنا يخليك. عايزه ويفرحك ببناتك ويخلي لك جوزك ويخلي لي على كل اللي معاكي. عارفه انا مش حافظه الاسامي قوي، بس سلمي لي عليهم كلهم. الله يسلمك. انا عايزاكي انت شايفه انت مولعه الحلقه، صح؟ لا انا في الاوضه. طب انا عايزاكي تولعي، يعني عايزاكي تطلعي من الاوضه وتبصي على الفضايح اللي على الشاشه. هما جابوا الصور دي منين؟ الصور بتاعتي وانا صغيره وانا بالمايوه. طب انت عسل، كنت عسل برضه وانت صغيره. امي لازم تشهد لي. طب والله عسل. طب والله عسل. ما تحرمش منك يا رب، تسلمي. انت جميله من يوم ما اتولدت وانت جميله. اقسم بالله بموت فيكي، ما تحرمش منك يا رب، تسلمي. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. وانت طيبه يا حبيبتي، يديمك في حياتي يا رب دايما، اللهم امين. ربنا يخليك يا حبيبتي. حبيبتي الله يسعدك. فرحنا بالبنات يا رب. يا رب، اللهم امين، في حياتك وتوصليهم لبيوتهم بنفسك يا حبيبتي يا رب. ربنا يخليك يا حبيبتي، ربنا يخليك، ما تحرمش منك ابدا. ولا منك يا حبيبتي. ولا منك، ربنا يديمك في حياتي يا رب ويخليكي ليا، اللهم امين. عايزه اقول لكم ان امي دي انا ياما مررتها. علشان اصحابي. وبصوا كان في مشاكل بيني وبينها كتير، بسبب ان انا اقول لها لا دي بتحبني، لا ازاي تقولي عليها كده، انت عايزه تخلي الناس كلها تكرهني، انت مش عايزه الناس تحبني. وكان بيحصل بيني وبينها مشاكل كبيره بسبب اصحابي. وفي الاخر تلف الايام وتدور السنين وترجع فعلا يطلعوا اصحابي دول ما كانوش كويسين وعارفيني عشان مصلحتي. ولحد دلوقتي، والله العظيم لحد دلوقتي، ليها نظره في البني ادم او الواحد اللي قدامها او الواحده، ده مش كويس، ده عارفك عشان مصلحتك، دي من جواها مش صافي من ناحيتك، وبيطلع فعلا نظرتها صح. فصدقوا الامهات يا جماعه، والله عندهم كده، ربنا مديهم حاجه كده جوه قلوبهم، بيحسوا باي خطر بيقرب من ولادهم. ربنا يا رب يديمك في حياتي يا امي، اللهم امين.